تحت هذه الغربة التي تنشأ بالمعاني والرموز ارتباطا بالمحطات السياسية التاريخية حلوة ومرة التي عاشتها البلاد منذ عقود. أرفع لكم أولا تهانيا على ما نلتموه من ثقة الشعب التونسي، وهي ثقة غالية، وأحملكم مسؤولية إدارة المرحلة القادمة التي نريد فيها جميعا تحقيق التقدم والنجاح لتونسنا العزيزة. ويشرفني أن أفتتح هذه الجلسة العامة الأولى في مجلس نواب الشعب المفوض من طرف التونسيين والتونسيات المشاركين في انتخابات 26 أكتوبر 2014. ندشن بحول الله بداية عمل هذه المؤسسة الدستورية التي تمثل السلطة التشريعية كما ضبطها دستور تونس، وعهد إليها مهام ووظائف مركزية في النظام السياسي الذي توافقت عليه كل القوى الوطنية تلبية لمطالب الثورة في القطع مع الاستبداد وضمان الحرية، نظام يقوم على الفصل والتوازن بين السلطات ويضمن آليات الرقابة المتبادلة ويمكن من التفاعل الإيجابي بينها ويحقق في نفس الوقت الاستقرار الحكومي والنجاعة السياسية، وهي الغايات التي حكمت عملنا في المجلس الوطني التأسيسي، ونحن نؤسس للنظام السياسي لتونس المستقبل. وقد أخذنا بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية وظروفنا الواقعية لتجنب إسقاط نظام حكم جاهز. ظروفنا الكرام، حضرات السيدات والسادة نواب الشعب، يحق للتونسيين والتونسيات أن يكونوا فخورين بدستوره، وكلنا نتذكر يوم 26 جانفي 2014 ذلك اليوم المشهود وما حف به من مظاهر الوئام والسرور بين النواب تحت هذه القبة. ولكن الدساتير التي لا تنفذ لا قيمة، فكان ذلك تتويجا لمسار طويل تمكنا من تجاوز تضاريسه وعقباته بتغليب الحوار والوفاق. وما زالت أمامنا الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي نرجو أن تسير في مناخ ملائم حتى تجد تونس طريقها لاستقرار المؤسسات وتدخل غمار العمل الجاد والدافع. ونحن في هذا الموكب الديمقراطي الذي ما كان ليتحقق لولا تضحيات شهداء الثورة، نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار وعلى كل من فقدناهم من الأحباء والزعماء ضحايا الإرهاب والغدر، الشهيد شكري بالليل والشهيد الحاج محمد البراهمي، وعلى كل شهداء المؤسستين العسكرية والأمنية الذين سقطوا في ساحة الشرف والعزة. إن التوافق والعمل المتضامن هو سبيلنا الوحيد في مقاومة ومحاربة آفة الإرهاب التي تريد الفوضى وتريد ضرب المسار الديمقراطي في تونس. وأمام مجلسكم الموقر مهمة المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب الذي يجب أن يكون من أولويات عملكم، حيث أن ضيق الوقت ودخول البلاد قبل الأوان في الحملة الانتخابية لم يسمح بإتمام ما بدأنا في إنجازه، رغم أننا قطعنا فيه شوطا مهما. وبحكم تجربتي المتواضعة في رئاسة المجلس الوطني التأسيسي، فإني أدعوكم إلى دعم الشفافية في التعريف بأعمالكم والتواصل مع مكونات المجتمع المدني ومع المواطنين. أتوجه للشعب التونسي الكريم والعظيم لأؤكد لهم من جديد بأنني وجميع نواب المجلس الوطني التأسيسي
عملنا ما في وسعنا وبكل ما في طاقتنا بروح الوفاء للشهداء مخلصين للوطن ولكل القيم السامية التي ناضلنا من أجلها. فمن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. وما توفيقي إلا بالله. دامت تونس عزيزة منيعة أبد الدهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.